مازن شو صار له؟ حادث مؤلم، عور القلب، صار له أكثر من 15 سنة. بالتفصيل من فضلك. ليلة الحادث يا دكتورة، أم مازن خلت عيالها الكبار في الفيلا عند الخدم وراحت الشاليه، وخذت معاها عيالها الصغار فهد الرضيع ومازن اللي كان عمره 65 وشوية. تعرضت لهم عصابة، واتضح إنها تراقب مازن من الفيلا، والأسباب لما الحين مجهولة. ما كان في دليل مقنع إنهم كانوا من وين السرقة. حاولوا يوقفون السيارة بأي طريقة، رفض السائق الوقوف وزاد السرعة. العصابة كانت مصممة، والنتيجة السيارة انقلبت على جانب الطريق. أم مازن ماتت مباشرة وقت الحادث، وهم السائق وفهد ولدي الرضيع. لكن شاتيرة الله سبحانه وتعالى إن مازن يعيش.